مساء الخير أعزائنا المشاهدين، كل عام وأهلنا وأحبابنا وعراقنا بألف ألف خير. إن شاء الله يا رب الله يتقبل منكم صيامكم وطاعتكم بالشهر الفضيل ويعيد علينا بكل سنة وكل حول بالصحة والسلامة. ودعنا وإحنا كلنا أكيد متأسفين وزعلانين إنه شهر رمضان المبارك خلاص، نتمنى رجعته بسرعة لأنه شهر فضيل يلم العائلة على صفرة واحدة، يلم البيت العراقي بالخير، تحس الناس كلها يعني بيها الطيبة بيها المحنة على بعض، لأنه أكيد الشهر هو بفضله وبكرمه يحن على كل شخص بالعالم، مثل ما إحنا حاولنا بهذا الشهر من خلال برنامج خيط وخير إن ندخل لكل بيت عراقي، ندخل كله ونقدر نساعده على مود فعلا يحس انه بهاي الدنيا اكو خير، وبهذا الشهر خصوصا الخير دخل بكل بيت، ما فرقنا بين طوائف، ما فرقنا بين ديانات، دخلنا كل بيت، كل محافظة، بكل مدينة من بغداد، حتى نزرع بيها بسمة، نزرع بيها ضحكة قبل دخول العيد علينا، وان شاء الله يا رب بهاليوم هذا يكون حققنا هدفنا وقدرنا نوصل، وايضا احنا مستمرين وياكم حتى نقدر يعني نخلي الطيبة النعمة تحل بكل بيت عراقي. باكر راح يكون هو أي أول أيام عيد الفطر المبارك، أيامكم سعيدة وكل عام وانتم بألف خير. ويانا اليوم الحالة الأولى هي حالة أم رسل من الأعظمية، الأخت شيماء تسكن في الأعظمية مع بيت أخوها، منطيها غرفة صغيرة وتسكن وياه. طبعا هي خياطة من 7 سنوات، زوجها يشتغل لكن عامل بناء، يعني يوم خلنا نقول يشتغل ويوم لا، أسفة، هي يعني تسكن وحدها ما تسكن مع أخوها، تسكن مع زوجها وبناتها الاثنين في الأعظمية، لكن زوجها راتبه متقطع لأن هو أصلا مو شغله دائم بأحد العقارات، إنما هو عامل بناء يوميا تندفع له أجرة وأيام ما تندفع له، فهي تشتغل خياطة على مود تقدر تساعده، لكن ماكينتها جدا قديمة. خلنا نتابع التقرير مع زميلتنا هند. مشاهدينا بعدها جولة خيط وخير مستمرة، واليوم توجهنا أيضا للأعظمية والمنطقة اسمها الحارة، يعني ما كفانا الحر الموجود جينا للحارة. مشاهدينا دورنا وسألنا ودقينا البيبان هنا بهذه المنطقة حتى نسأل عن خياطة، إلى أن دلونا على خياطة اسمها شيماء. شيماء أم لأطفال بنات اثنين، وزوجها موجود لكن زوجها يشتغل عامل بناء وصحته على قده، فخلونا نشوف شيماء ونتعرف عليها ونشوف شلون تخيط وصارها ايش قد تخيط، نتعرف على خياطتنا اليوم الخيط وخير. مرحبا، السلام عليكم، شلونك؟ احنا قناة الشرقية برنامج خيط وخير، ممكن تتفضلين تشوفك شوية؟ شلونك؟ رمضان كريم. انتوا الاكرم، اهلا وسهلا. احنا شرقيه ما رمضان كريم عليك اساس من عوان. تفاجئنا بكم، ما متوقعين جيتكم. بالضبط. احنا يعني هم دقيت الباب قلت اخاف يعني ماخذين قيلوله، بس سالنا ودلونا على خياطه وقالوا هذه الخياطه اسمها شيماء، حبينا نجي نسولف وياك ونتعرف عليك اذا عندك وقت يعني. اهلا وسهلا بكم، على راسي شرقيه. متعودين عليكم على يعني خيراتكم وطيبين ويا الناس، اهلا وسهلا. تفضلي، اهلا وسهلا. شكرا لك. مشاهدينا طبعا احنا فاجئنا شيماء وجيناها اليوم، بس الحلو انه الحب الناس للشرقيه، اللمه اللي صارت بالشارع، الناس تنتظرنا برا، فاحنا هسه عفنا كل الناس وجينا عليك، اختاريناش انت يعني. اهلا وسهلا بيش. اهلا وسهلا بيش. شو اخبارك؟ صايمه ان شاء الله؟ رمضان كريم. نقدر نقعد نسولف شويه؟ احنا قلنا انه يعني اسمك شيماء، اي بس ام شنو ما اعرف. انا ام رسل. ام رسل، شرفنا بيك، رمضان كريم عليك، ونشكرك انه انت استقبلتينا فجأة وبنص هذه الهوسة والضجة اللي صارت برا يعني، وانتم كنتوا ماخذين قيلولة وانا قعدتكم من النوم. اي تعرفين رمضان يعني والناس صايمين وهاي، فيصير هدوء الظهر يعني كلها تنام. اكيد. ام رسل، انتم كم نفر بالبيت؟ عارفيني بعائلتك. احنا بنات اثنين عندي وابوهم. ما عندنا يعني احد بالبيت، بس 4 نفرات احنا عايشين بالبيت. طيب شنو يشتغل ابوهم؟ ابوهم عماله. عماله؟ اي.
عنده شغل ثابت يعني يروح يعني معمل مثلا مال اسمنت او شيء لو يطلع عماله يعني يبني وكذا عماله يعني على اليوميه بالمصدر يعني يطلع و على اليوميه يعني يومك ويوم ماكو الرزق يعني. طيب هسه احنا مع ما تعرفنا عليك خلينا نتعرف على يعني الخياطه. خلينا هسه اول شيء ما نروح على الخياطه. خياطتنا شيء ما هذه الماكينه صار لك كم سنه تشتغلين عليها؟ هاي صار تقريبا يعني 7 سنين. اي يعني انا يعني كنت هم يعني يعني بدون ميز كانت واشتريت لها الميز يعني شويه شويه. انا اشوف ان الميز مو مالتها. اي مو مالتها يعني انا اشتريت لها شويه شويه. طيب شلون تعلمتي الخياطه؟ تعلمتيها بمعمل؟ اشتغلتي؟ تعلمتي من احد من اهلك؟ انا دخلت معهد مال خياطه فتعلمت 45 يوم فتعلمت الحمد لله وتقنت الشغله. اي شغل يجيش تشتغلي عادي؟ الحمد لله. اي الحمد لله. يعني شيء بنطار من جداش وشراشف كل شيء تخيطين؟ الحمد لله بردات يعني انا بردات بيتي هاي اش يعني اخيط. اي اي كلها. طيب هذه اول ماكينه تستخدميها لو استخدمتي ماكينه قبلها؟ يعني اكو هم يعني يعني السودة الصغيره هم كانت يعني عندي بس هم بعتها و يعني مكان صغار ما عندي ماكينه حديثه. ما عندك ماكينه حديثه؟ لا لا لا. ايه تصير يعني يوديها ابو رسل يصلح لي اياها ويجيبها. طيب شيماء ام رسل احنا يعني حابين اليوم يعني برنامج خيط وخير حاب اليوم اول شيء تعرف عليك ونتعرف عليك كخياطه وك كأم رسل بالبيت تعرفنا على عائلتك وتشرفنا بيكم ونورتونا اكيد وبنفس الوقت احنا اليوم محضرين فد مفاجاه لك وهديه ايه راح يعني ان شاء الله دقائق تكون جاهزة. أشكركم رحم الله والديكم والدي. الشرقية يعني سباقين للخير يعني دائما بقلوبنا. شيماء أنا أشكرك طبعا يعني إحنا شيء على بساطتك وعلى تواضعك. وين وين رايحة؟ بس يعني هاي إلي المفاجأة مو إليش. بعد ما خلصنا جولتنا الصغيرة بالمطبخ كلش صغير حتى الكاميرا ما قدرت تفوت ويانا يعني المطبخ لأنه البيت كلش صغير. الله يساعدها شيماء ويساعد أطفالها. شيماء مفاجأتش صارت جاهزة وإن شاء الله تعجبك يعني. أنا أشكركم أشكركم هواية ما متوقعة طبعا أنا. رحم الله والديكم ما تقصرون الشرقية يعني سباقين للخير دائما. رحم الله والديكم تسلمون. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عجبتك مفاجأة عالي. خلينا نشوف الماكينة مالتش الجديدة. طبعا مفاجأتك او هديتك هي عبارة عن ماكينة ومعدات خياطة لازم خياطة كاملة. نشوف البنوتات يفتحون هذا الصندوق يشوفون شنو بي رفل ورسل. تعالي يمني شيماء. اوكي هذه الماكينه الش هذه لوازم الخياطه كلها. ان شاء الله يا ربي يعني تعينك وان شاء الله يعني ترزقون حتى تطلعون من هذا البيت. اشكر اشكرك رحم الله والديتك اشكرك تسلمون يعني ما اعرف يعني كلش فرحانين بكم وكلش يعني ما اعرف يعني يخون التعبير يعني. ان شاء الله ما نسينا شيء. طبعا بين ما البنوتاتك الحلوات يفتحون هذه خلينا نسولف عن وياك شويه ونقول لك انه مو هذه هديه الشرقيه فقط لا عندك هديه ثانيه. الهديه عباره عن راتب شهري مقداره 250 الف دينار عراقي مقدم من قناه الشرقيه لمده 3 شهور حتى يعينك ايضا ويا الماكينه. تسلمون رحم الله والديك تسلمون تسلمون ان شاء الله. الله يوفق كل انسان يعني سباق للخير. اشكركم. شكرا ان استقبلتينا وفعلا انت كنتي نهائيا ما منتهي او عطلناش احنا عن الفطور الساعه 5 ما بقى شيء. تسلمون يعني. على راسي اشكركم. تسلم راسك شيماء. شيماء احنا نتركك اليوم بخير وسلامه انت والبنوتات وتشوفين الماكينه مالتك همين ونرجع لك بعد فتره يعني نشوفك ايش سويتي ما سويتي تكون زيارتنا اكثر من هذه المره ان شاء الله ونتصل بيش اكيد قبل ما نجيش بزياره مره ثانيه. كل الهلا بيكم. شكرا على راسي. اهلا وسهلا. بس يا ريت انه توصلين للباب حتى شوف شو حطلع منا المصاري هسه. مشاهدينا هذه كانت شيماء ام رسل
خياطتنا من العظمية من منطقة الحارة. نلتقيكم على خير بخيط وخير، وإن شاء الله الخير يفوت لكل العوائل العراقية بشهر رمضان وبالأيام العادية. رمضان كريم عليكم مشاهدينا، مع السلامة. فرحة أم رسل كانت كبيرة، ونتمنى لها مشروعها يكون مشروع خير وبركة وتقدر تساعد بزوجها، وإن شاء الله يا رب دائما الفرحة عامرة ببيتهم. أنتقل للحالة الثانية، حالة رغد من أيضا من بغداد، ما زلنا بالعاصمة بغداد. ظهرت رغد في برنامج خيرات رمضان، من خلال البرنامج لاحظنا وجود أيضا مكينة وهي خياطة، هي أم لثلاثة أطفال، تمتهن مهنة الخياطة، ومن خلال خيرات رمضان حبينا أيضا نكرمها بخيط وخير ونعطيها مكينة خياطة. خلينا نشوف التقرير سوا. مشاهدينا طبعا اليوم توجهنا الى منزل رغد. بالبدايه نحب نرحب بكم ونقول لكم احنا نلتقيكم اليوم من خلال شاشه الشرقيه برنامج خيط وخير. رغد مغربه علينا، شاهدناها وشاهدتوها انتم ايضا من خلال برنامج خيرات رمضان، واضافه الى خيرات رمضان ولانه هي فعلا تستحق المساعده وتستحق الرعايه، فقررت اداره قناه الشرقيه انه هي تنشمل ايضا ببرنامج خيط وخير. جينا اليوم احنا وسلمناها الماكينة والاغراض كلها، وحبينا نسلم عليها ونشوفها، وبما انه احنا مقبلين على ايام عيد الفطر المبارك وهي ايام مباركة ان شاء الله، وعيد سعيد ان شاء الله على كل العراقيين، نقول لك نشكرك استقبلتينا وقت الفطور وكل عام وانتي بألف خير. اهلا بكم عمري، اهلا وسهلا بكم بالشرقية ان شاء الله. الحمد لله زينة زينة بوجودكم ان شاء الله. رغد انتي يعني كنت متوقعة انه اضافة الى برنامج الخيرات انه انت حتنشملين بخيط وخير؟ لا والله ما متوقعة، هاي شوي صارت مفاجأة يعني. حلوة ما حلوة؟ لا حلوة. حلوة؟ لا حلوة. رغد احنا اليوم جبنا لك الماكينة، اوكي؟ هذه الماكينة اللي طبعا هي هذه عدة الخياطة والماكينة كلها تقدمها لك ادارة قناة الشرقية بدون اي مقابل، هو مشروع خياطة لك انت، من خلاله تقدرين تكونين متوفرة يعني موجودة بالبيت واطفالك يمك حتى تديرين بالك على اطفالك بنفس الوقت تشتغلين. تسلمون، اشكر الشرقية طبعا. الشكر لك. الله يخليك يا عمري، هاي بعد ما يعني بعد يعني شو اسوي، اشكر سعد البزاز يعني مخصوص يعني، واقول له الله يعني خليه ويسوي فعل الخير اكثر واكثر كل يعني ان شاء الله، مو بس الشرقيه، احنا نتمنى كل المجتمع العراقي يتعاملون بيناتهم، العوائل العائله تساعد عائله. رغد هذه الماكينه وهذه طواله القماش وهذا الكرتون ايضا الك، تحبين تفتحين تشوفين شنو بداخله؟ اي افتحيه والك. انتي لما تفتحين وتستكشفين شنو، احنا اليوم نسلم على ام اسامه. ام اسامه قاعده وساكته وعرفتنا، شلونك ام اسامه؟ كل عام وانتي بخير. انتي بخير يا ربي. يا ربي يعني عيد فرحه وخير، وهذه ايام الاخيره برمضان. الله اقول كل عام وانتي بخير، والله ان شاء الله يجازيكم مثل ما تساعدون الناس هالشكل. اول شيء اخيط لهم طبعا ملابس بيت يعني مال عرفات، عيدون بهم اول يوم الصبح العيد يعني. اي وبعدين اشوف كل من احتياجه اخيط لهم اياه. يعني تحت انت حسب الطلب، خياطه حسب الطلب. حتدلليهم كلش. ان شاء الله. شو طفل هسه انت وياكم؟ اطفالي اثنين، محمد وحنين. واطفال مريم اسامه ومريم وزهراء، يعني خمس اطفال احنا عندنا بالبيت. خمسة. انت شو وقت جبتي اطفالك؟ قلتي قبل فتره من اجينا انه انت اطفالك ما قدرتي تجيبيهم بسبب الوضع المعيشي، حاليا اطفالك راح يبقون يمك؟ هسه الحمد لله والشكر شوي هم وجودكم تحسن شوي الوضع عندي، وراح يستقرون يمي ان شاء الله، صار لهم اقل الشهر يمي يعني. ان شاء الله. اي والله. هم رغد مو بس هذه هديه خيط وخير، الك راتب ثلاث شهور 250 الف دينار عراقي تقدمه الك قناه الشرقيه، فاحنا جبنا لك هذه 750 مال ثلاث شهور. اوكي تصرفيهم بالهنا وبالخير، وان شاء الله يا ربي مشروع خير عليك. يخليك يا ربي ويقدرني على فعل الخير اكثر واكثر ان شاء الله. واشكرك انت ستهن يعني اللي والله، واشكر المصورين واشكر سعد البزاز والكادر كليته. زين لكم إلنا احنا نشكركم ونقول لكم صيام مقبول ان شاء الله، وعيد سعيد يمر عليكم وعلى الاطفال. وهاليوم ما شاركتينا انت باي شيء، تعالي تعالي بحكي وياك، بس خلي اشوف خاله، انت راح ترجعين للمدرسه ان شاء الله؟ ها بس خلي نشوفك من هنا. اوكي راح ترجعين للمدرسه؟
اوكي شنو تقولي الخاله رغد تخيط لك هي الصدريه؟ ايه هي تخيط لك اياها؟ طيب حبيبتي نشكركم ونترككم بخير وسلامه، وان شاء الله يا ربي الصحه والعافيه للوالده. عرفنا انه والدتهم يعني تعبانه شويه ورايحه للدكتور، سلمينا عليها قول ما بيها بي غير العافيه. الله يعافيك يا عمري وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. يا رب ان شاء الله الخير لكم وللجميع، نترككم احنا بخير وسلامه اوكي، وان شاء الله يا ربي مشروع خير عليكم وكل عام وانتم بالف خير. مشاهدينا هذه كانت عائلة رغد اللي شاهدتوها ويانا يعني ببرنامج خيرات رمضان خلال شهر رمضان المبارك، وأيضا انشملت ببرنامج خيط وخير أيضا خلال شهر رمضان المبارك. نقول لكم رمضان مبارك ورمضان انتهى، وإن شاء الله يا ربي ما بقى شيء للعيد، كل عام وأنتم بألف خير وكل من يشاهد قناة الشرقية بألف ألف خير. تحياتي. حلقتنا اليوم أعزائنا المشاهدين قدرنا نوصل أو راح نجمع ونستذكر سوى جميع المدن والمحافظات اللي مرينا عليها خلال الشهر الفضيل، من بغداد إلى موصل إلى البصرة وجميع المحافظات اللي راح نشوفها بكل تقرير. وبدينا أول شيء بالعاصمة بغداد ويا زميلتنا هن، وراح ننتقل هسة إلى الموصل ويا زميلتنا نور، حيكون وياها مجموعة من الخياطات اللي راح نشوف تطورات مشروعهم. خلينا نتابع التقرير سوى. اهلا وسهلا بكم اعزائنا المشاهدين ضمن برنامج خيط وخير. طبعا رجعنا مره ثانيه لبيت ام محمد في منطقه النبي شيد. مثل ما تدرون لصعوبه التنقلات والكونكريتات والسيطرات، فاحنا اضطرينا نجمع جميع المشاركات ببرنامج خيط وخير بيت ام محمد حتى نعرف وين وصلوا بمشاريعهم. فراح نبدا بام محمد. ام محمد الثانيه طبعا. ام محمد شلونك؟ والله الحمد لله. شلون رمضان وياك؟ والله الله الحمد لله. أم محمد احكي لنا وين وصلتي بالمشروع مالتك والخياطة والمن خيطتي أول شيء؟ والله خيطت لأولادي والبيتي والناس تقبلت على خياطتي وخياطة والقماش والحمد لله والشكر. زين أول شخص منو خيطتي له؟ والله أول شخص البنتي. الله يحفظلك يا أم آية شلونك؟ الحمد لله. شلون رمضان وياك؟ والله الحمد لله مليح كلش خير. أم آية شلون بديتي بالمشروع وشلون إقبال الناس عليك بعد ما شافوك على قناة الشرقية وإلمن أول واحد خيطتي؟ والله الحمد لله إقبال مليح ويعني وزباين كثيرة ويعني القماش مشي عندي إي والله، وخيطوا لبناتي واللي يعني شريتشف الفردات هاي كلها على العيد شددناها إي والله، وشاهدت المخاديد هاي كلها يعني الحمد لله يعني كله جا جديد واطفالي اي والله، والحمد لله الاقبال يعني كلش يعني مليء عندي ومشي القماش اي والله الحمد لله. هسه نجي لام سهى، شلونك؟ الحمد لله. انت شلونك؟ ام سهى شلون بديتي بالمشروع مالتك والمن اول شخص خيطتي وشلون اقبال الناس عليك؟ بديت بالمشروع اول مره خيطت على نفسي، وبعدين خيطت على بناتي، وبعدين خيطت على ابني، وبعدين الجوارين خيطت عليهم، والحمد لله المشروع يمشي والحمد لله بخير. هسه نرجع لام محمد، شلونك ام محمد؟ الف هلا بيك، الله يبارك. شلون رمضان وياك؟ الحمد لله بخير رمضان مبارك علينا وعليكم على الجميع ان شاء الله. أم محمد شلون بديتي بالمشروع مالتك وشلون شفتي إقبال الناس عليك؟ والله المشروع الحمد لله كان مشروع مبارك بينه، أنا يعني من زمان أخيط بس يعني هذا الماكينة جابوا لي هي مساعدتني الحمد لله، عاد أطلع إنتاج يعني مليح وعاد أخيط، وأول يعني قطعة كانت يعني والدتي لأن لها الفضل هي يعني تعليم الخياطة، والحمد لله والشكر يعني من الجوارية من الأهل الكل يعني لهم حصة بهذا المشروع الحمد لله. محمد طبعا احنا نشكرك لان استضافيتي باقي المشاركات يمك. يا هلا بكل من يجي وبيكم بالشرقية وكل من يجي بيتنا. محمد تشوفينا كم قطعة من اللي خيطتيهم؟ محمد كنت دشداشة شقد تطولين بيها يلا تكمل؟ والله ما سواكو يعني قسم يعني دشاديش
يعني خياطتها سهلة، يعني يكون منه مثل الساعة كله يعني تقريبا ساعتين ونص أكثر أنا بيها، لأن هذا كله بالإيد. أم محمد، فد مفارقة مريتي بها بعد ما ظهرتي على قناة الشرقية؟ أنا اليوم الصبح جتني ما أدخل هاي ساعة ونص أنا أفتر دوا على بيتك، جيتني من حمام علي، أقلنوك ماكو خياطات، تقول لا أنا شفتوكي مدحوا بيكي بخياطتك أخت ولد على الموصل وهاي، ومع هذا ما أخذت خطأتين يا جيبي ساعتي وأخذت خطأتين صاروا خمس قطع، تبقى بيد الله إن شاء الله خلصتين قبل العيد إن شاء الله. طبعا أعزائنا المشاهدين، حمام علي هي أحد النواحي اللي تابعة لمدينة الموصل، تقع خارج الموصل وتبعد حوالي ربع ساعة أو نص ساعة عن مركز المدينة. طبعا إحنا بعد ما جينا مرة ثانية حتى نزورهم ونشوف وين وصلوا بمشاريعهم، وأيضا حتى ننطيهم الراتب اللي خصصته قناة الشرقية 250 ألف دينار عراقي لمدة 3 أشهر، يعني 750 ألف دينار عراقي. تفضل يا أم محمد. هذا راتب أم محمد الثانية، وهاي راتب وأشكر جميع الكادر الشرقية وعلى هذا يعني الجهد الرائع، يعني اللي يساعد الأيتام واللي يعني كل ساعدنا والله، يعني ساعدنا يعني كنا يعني صراحة يعني قلبت صور يعني صورة من يعني مثل ما أقوله من أسفل يعني إلى الأعلى والله. والله لأمتها أشكر الجميع الذين تتبع هذا الشيء، بارك الله فيكم، رحم الله والديكم، وربي يرضى عنكم دنيا وآخر إن شاء الله، فرحتم اليتامى، ربي يرضى عنكم دنيا وآخر إن شاء الله، وأنا المشكورة من عندكم. طبعا أعزائنا المشاهدين، نتمنى المشاركات ببرنامج خيط وخير الموفقية، ونتمنى أنه هذا المشروع يعيلهم حتى يعيلون عوائلهم وبيوتهم. نتمنى أنه أيضا أنه إحنا تركنا لهم فرحة كل وحدة ببيتها وبعائلتها. ومع السلامة. الجامعة كانت حلوة بين الخياطات مثل ما شفنا سوية، شفنا أم محمد وأم آية، وشفنا أم شهد وياهم أيضا، كلهم قعدتهم كانت حلوة، يجمع بيناتهم مثل ما تعرفون انهم خياطات يسكنون بنفس المكان. انا احس يمكن لو تتكون بيناتهم علاقة صداقة يمكن يتقاربون اكثر واكثر مع بعض، يصير نوع من الحميمية بين البيوت ونوع من خلنا نقول التنويع، لانه كل خياطة تقدر تعلم الثانية بافكار جديدة بموديلات جديدة، وان شاء الله يا رب يعني يمتد هذا الخير ويوصل لبعيد. خلينا ايضا نرجع لزميلتنا نور ونشوف المجموعة الجديدة اللي وياها من الخياطات. طبعا اليوم رجعنا مرة ثانية لمنطقة النبيشيد في محافظة نينوى واللي تقع بمركز المدينة، ورجعنا لبيت أم يونس بعد أن اتصلنا ببعض المشاركات كلهم اتجمعوا مرة ثانية، راح نزورهم ونشوف وين وصلوا بأعمالهم ووين وصلوا بالخياطة مالتهم وشلون إقبال الناس عليهم. السلام عليكم، شلونكم؟ طبعا أعزائنا المشاهدين راح نبدأ أول شيء ويا أم يونس، طبعا تعرفتوا على قصتها. فميونس شلونك؟ هلا بيكي، اخبارك؟ الحمد لله. شلون رمضان وياكم؟ الحمد لله الحمد لله. ميونس شلون الاجواء، شلون الخياطه، شلون بديتي بمشروعك؟ والله الحمد لله بديته وخيطته من الجيران، هم جوني مشيته بالسوق هم. ميونس ما شاء الله دا اشوف يعني الخياطه والدشداشات موجوده، فاحكي لنا شلون بديتي، منو بديت تخيطين، منو اول ناس خيطتيهم؟ جيراننا، والله جيراننا من بعد ما شافوني بالتلفزيون جو علي وخيطت لهم، وهنا هم بالسوق هم مسكت ان شاء الله. هسه راح نشوف مشهد وبعدين راح تشوفين النماذج. شلونك مشهد؟ اهلا وسهلا. شلون رمضان وياك؟ الحمد لله بخير. شلون المشروع مالتك؟ والله الحمد لله زين، ما في مشروع، خيطت وخيطت يعني الكميه من الجراجيف والوجوه والدشاديش، خيطت صديقاتي والبيت اختي وبنات اختي، يعني كلتهم الحمد لله مشي. مشاهد المن اول شيء خيطتي؟ خيطت اول شيء بنت اختي. الله يحفظ لك اياها. هسه نجي لام احمد، شلونك؟ هلا مرحبا، شلونك؟ الله يعافيك. الله يسلمك، شلون رمضان وياك؟ زين الحمد لله.
أم أحمد، لمن أول شيء خيطتي وشلون المشروع مالتك وشوين بديتي؟ هل تشوفين إنه الناس دا تجي لو بعد لو شلون؟ أول مرة خيطت الأهلي والأولادي بالبيت، خيطتولهم، وبعدين جو جيران وخواتي والكل يعني بدوا أنا خيط، يجون عندي وخيط لهم وأعمل لهم دشاديش شراشف أيش تريدين خيط لهم الحمد لله. هسه نجي ويا أم يونس الثانية، شلونك؟ أهلا وسهلا حياة، شلون رمضان وياك؟ والله الحمد لله ماشي الحال نحمد الله. أم يونس شلون الخياطة مالتك؟ شلون وين وصلتي؟ أكو إقبال عليك لو لا؟ والله أكو إقبال، بس تعرفين يعني حسب منطقتنا يعني ما هالقد. أول ما بديت لذني البنات اللي تامة عندي خيطت لهم، خيطت لي ورجعت خيطت قماطات ومطارح مثل ما خيطت الأختي هنا ميونس، هم يعني بعتهم، بس يعني تقريبا أكثر من نص القماش يعني انطيته لأن كنت مديونة على مود هاي الطفلة المريضة، وأنا يعني لحد الآن مديونة على مودها، سويت لها عملية بربيل ولحد الآن يعني ما لقيت علاج القلبة، أي دكتور أروح عليه يقول لي ماكو يعني علاج لها إلا أن تطلعيها على الخارج، وأنا إمكانية يعني ما عندي. هسا نرجع لميونس ونرجع نشوف الأشياء اللي خيطتيها، اشرحي لي. هاي مال الأطفال، مال بيبي هالشكل خيطه. ميونس هاي تجي طلبات لو شلون تخيطيها يعني؟ لا طلبات. يعني نساء يجون لو للسوق لو شلون؟ لا للسوق. طلبات محلين ثلاثة ماسكة بالسوق ويعني زين أم يونس هاي الجودلية وياها المخدة الصغيرة شقد طولتي على ما خيطتيها؟ ربع ساعة. ما شاء الله كثير زين ربع ساعة. هاي ما طاز هاي همين يعني للسوق لو هم للسوق هم للسوق. هاي شراشف هاي هم يعني كله هاي مال بيبي هم زين. ميونس هاي الوردات انتي تسويها لو جاهزة لو شلا؟ لا والله جاهزة اشتغيها من السوق انا واخليها. هاي هاي شراشف يعني ميونس هسه انت اعتمادك على السوق وليس على نساء المنطقه مثل ما نقول؟ على السوق اعتمادي ما على المنطقه قليل كلش قليل، يعني يجيبوا لي خياطه اخيط لهم وياخذوها، بس الاعتماد على السوق. زين هذا طولتي بيه ربع ساعه، زين هذا الشرشف دقائق ما شاء الله. زين ميونس هاي الدشداشه هم انت خيطتيها؟ اي هذه وهاي وهاي هذي مال جيراننا. اي طبعا احنا مثل ما تعرفون قناة الشرقية خصصت لكم راتب لمدة 3 أشهر، فاليوم رجعنا مرة ثانية حتى نزوركم ونشوف المشاريع مالتكم وين وصلت حتى نعطيكم الراتب، ونتمنى انه يكون هذا الراتب يساعدكم حتى اول شيء تكملون الخياطة مالتكم، رأس المال مال الخياطة حتى تبنون به المشروع مالتكم وحتى يعيلكم. رجعنا لكم أعزائنا المشاهدين، لكن احنا مستمرين في الموصل، راح ننتقل للتقرير الآتي ولكن مع زميلنا جمال بدراني، راح يكون ويانا أم محمد، أم أحمد وأم عبد الباسط أيضا من الموصل. خلينا نشوف التقرير سوا.
أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، ورمضان كريم ينعاد علينا وعليكم بالخير يا رب. اليوم احنا ضمن سلسلة حلقات برنامج خيط وخير، اليوم راح نزور بيت أم محمد بعد ما اتفقنا معهم أن نجمع بعض النسوة المشاركات في البرنامج. طبعا أول ما دخلنا بيت أم محمد شفنا أم محمد بدلت الستائر ما شاء الله، ضمن الأقمشة اللي خصصناها بخيط وخير، يعني فتشي حلو إن شاء الله، وأيضا طخم القنبة يعني، ومهيئة لها ورشة أيضا جمعت بها الخياطات وفي سبيل أن نسوق شغلها. سلام عليكم. شلون الصحة؟ مرحبا محمد، شلونك؟ شلون صحتك؟ ان شاء الله بخير. ما شاء الله مسويتوا معرض. طبعا سلامتكم سالفة الشرقية. الله يبارك فيك. اللي شفتوا قصتها وتعرفتوا عليه من اهالي منطقة النبيشيد. ايضا عندنا ام احمد، شلونك ام احمد؟ شلون الصحة؟ ان شاء الله بخير. الله يعافيك. ام احمد اللي شفتوها ايضا من حي الشهداء. وين ام عبد الباسط؟ اي ام عبد الباسط، انتوا اثنينكم ما مبينين، ام عبد الباسط من غيرها. ام عبد الباسط طبعا اللي من المكاوي. اي نعم. شلونك ام عبد الباسط؟ شلون صحتك؟ الله يبارك فيك. ان شاء الله بخير. الحمد لله الله يبارك. ما شاء الله متجمعين يعني حتى في سبيل انه تشوفون الورشه مال ام محمد، يمكن شلون شفتوها؟ ايه. جمعنا حتى قويم على خياطه اكثر واكثر. عافيه ام محمد، عافيه. ان شاء الله لا بعيني. ما شاء الله هاي كلها خياطتك ام محمد؟ وزعت كثير منها. عافيه. اي الحمد لله وزعتها. يعني ام محمد اريد السولفي لي، اول ما طلعتي بالتلفزيون كيف كان الاقبال عليك؟ شلون جوج الناس؟ شلون بعد ما طلعت الشرقيه من يومكم باول يوم زرناكم ايضا؟ هي من اول يوم اللي جيت زرتونا الحمد لله صار اقبال قوي علي على البيت، يعني حتى الاقمشه جبتوا لي بعتها كلتها، بقى عندي فشي قليل. وايمه هي اللي تقص يعني تخيط عندي، يعني تخيط عندي بالبيت وتاخذ القطعه جاهزه. يعني من ضمن شغلكم هذا القماش اللي جبتوا لي، هذا القماش مال الاطفال. نعم هاي اقمشتكم. نعم صرت خبره ترى بالاقمشه. اي اقمشتكم. وهاي من فلوسكم اللي انطيتوني هي، اشتريت هاي الاقمشه. هذا تعبش. هاي كلها يعني من الاقمشه اللي انطيتوني انتم. عافيه. كلها هذه هذا الشغل. ايه. فالحمد لله يعني حيل زين شغلي، ويعني الله يوفقكم ان شاء الله يبارك فيكم. بداعه محترمه. يعني ماشيه معاك عادي؟ طبعا مكان ما خيط دشداشه بثلاث ساعات اخيطها بنص ساعه. ام احمد سولفي لي، هذا ابنك الله يحفظه، سولفي لي انت شلون بحي الشهداء؟ مصيبه يمكن بالايمن، يمكن منطقه شعبيه وشافوش بالتلفزيون وطلعتي وطقيتي طقه للستار. والله ما شاء الله بس اعلم. شلون جو عليك؟ والله ماكو، كل حاز ناس رايحه جايه يسالوني. زين خلاص القماش عندك لو بعد اكو؟ لا والله بعد. اي اكو يجون يعني يقبلون عندك دي يخيطون مثلا؟ والله استعان صراحه بس يعني لاطفالي والمنام مالي يعني سويت بعد. اي والله بعد. جوش ناس مثل يخيطون مثلا؟ ليش ما عاد خيط؟ ايش عجب للناس؟ والله بعد يعني بدايه مو دش الخياطه لخياطه يعني دوني عرض خيط بس قلت مباشره يعني بلشي ورا العيد. الباسط انت سولفتي لي بالمكاوي ودخلتي دوره يمكن ما بالله؟ شلون صرتي هسه؟ والله بعد. بعد ايه. الاقمشه ايش سويتي بيها؟ والله موجودة بعد بس قلت إن شاء الله بعد العيد عند أم محمد. عم تجين عند أم محمد؟ إن شاء الله. إن شاء الله. زين يعني خيطتي الأحد يعني نهائيا ما خيطتي؟ لا والله بعد. بس محافظة على قماشك؟ إيه لا موجودة. ما جاش قرايب شيء صار فرهود القماش؟ لا لا. لا لا موجود. زين جماعات تكثر من البلاش يكيفون عليه. لا لا موجود والله ما لا إيه. إن شاء الله إحنا هذا باب رزق لك ولأطفالك إن شاء الله. طبعا اليوم ايضا ضمن زيارتنا وضمن برنامج الزياره اليوم جبناكم الرواتب اللي سبق وان ذكرناكم اياها اللي خصصناها خصصتها الشرقيه. نعم. اللي هو 750 راتب 3 اشهر ام محمد. نعم. فهذا راتبك لمده 3 اشهر. تعيش. الله يبارك فيك. الله يحفظكم ان شاء الله، واتمنى لكم النجاح والازدهار، واتمنى الله يبعد عيون الظلام ان شاء الله عنكم، لان انتم حقيقه اخوه حقيقيين والله. احنا هذا واجبنا ان شاء الله. الله يبارك بيكم، والله خوش اخوه انتم، الله يبارك بيكم ان شاء الله، والله يحفظكم. ام احمد ايضا من حي الشهداء، ام احمد هذا راتب 3 اشهر 750 الف دينار عراقي. هذا قلنا لك حتى يعينك بالمشروع. تسلمون والله يبارك بيكم ويوفقكم ان شاء الله. عبد الباسط هاي راتبك اللي هو 750 الف اللي خصصته الشرقيه لمده 3 اشهر. اشكركم، اشكر سعد البزاز، اشكر الشرقيه. ان شاء الله. والله يحفظكم ويوفقكم ان شاء الله. وين صبقه شو ماكل مع عبد الباسط؟ انتم عايشتونا وكاننا احنا بالمدرسه. ان شاء الله. ام محمد اريد اخر شيء قبل ما نختم، يعني سولفي لي انت، مريتي قلتي لي بمفارقه حلوه يعني غير اللي اي والله يعني حيل فرحت بها، جتني خطيه مره كبيره من بعد ما طلعتي بالتلفزيون. اي اليوم الصبح جتني بالتسعة الصبح. قالت لي بنتي انا جايه من اليرموك، هاي من الصبح لسه ادور على بيتك. قلت لها ليش خاله؟ قالت لي ما قلتي الارامل اللي تم على حسابي؟ قلت لها بلا خاله بعيني ايش تريدين؟ قالت والله بدي دشداشه. انا ارمله وما عندي. فقلت لها خاله يعني بصراحه انا انطيت يعني الارامل الايتام بس ما يصير يعني
اشيل من حال اطفالي على حال غيري. هي البيجامه تصير ب 12، هي وخياطتها وقماشها، سته علي سته علي. قالت لي يا ما يخالف خطي وباستني المراه وهاي، بس والله ما راح اخذ منها سته. عافية عافية. والله ما راح اخذ منها من سته. سولفتي لي قلتي لك ابو جايم مال عرايس؟ ايه عندي هذول، هاي الوردي مال عروسه وذيك الجوزي ايضا مال عروسه. مال يعني هالايام. ايه مال هالايام يا عرايس. يعني ان شاء الله اذا لبسوهم يقولون خيطنا على الدم الشرقيه. ايش يا عادي سلامتكم سلامتكم. الله الله يطور برنامجكم اكثر واكثر ان شاء الله. الله يحفظكم. نتمنى لكم التوفيق يعني ان شاء الله. ان شاء الله. اشكرك. من بيت ام محمد نودعكم على جمال. بس لحظه عندي هديه بدي اقدم لكم هي شرقيه يعني ان شاء الله. اي والله يعني ما لقيت احلى منها. قران كريم وان شاء الله بجاه هذا القران الله يحفظكم ان شاء الله. نشكرك ام محمد. نشكرك نشكرك جزيل الشكر. انا اسفه طبعا هي والله جزيل الشكر جزيل الشكر جزيل الشكر. ان شاء الله هديتنا هديتنا احنا ما زال كتاب الله نتقبله، بس احنا هديتنا ان تنجحين المشروع ان شاء الله. انجح وارفع راسكم ان شاء الله. واتمنى دائما تتابعوني ان شاء الله. ان شاء الله قريبه علينا. بالعكس انت كبش فداء بالمشروع. على راسي ايش تحتاج استاذ جمال؟ على راسي. شكرا جزيلا. اذا من بيت ام محمد بعد ما شفنا وين وصلوا ام محمد وام احمد وام عبد الباسط، نودعكم على امل ان نلتقي بعوائل اخرى ان شاء الله ضمن برنامج خيط وخيط. مع السلامه وبالتوفيق. مع السلامه. فكره تجميع الخياطات بمكان واحد اني فعلا يعني حبيتها، طريقه التواصل وياهم، وان شاء الله يا رب دائما يعني متواصلين بيناتنا الفه ومحبه. راح ننتقل من الموصل نوصل للبصرة. بالبصرة حيكون ويانا بالبداية أول تقرير حيكون مع أم مهدي. أم مهدي هي أرملة الأربعة أيتام، حالتها المادية تعبانة جدا. هي تسكن مع أخوها في غرفة خياطة لكن ما عندها مكينة، تأخذ مكينة زوجة أخوها حتى تخيط بيها ويتقاسمون بيناتهم يعني الفلوس اللي تاخذها او يعني شنو تخيط يكون بيناتهم انقسمة على اثنين. لذلك هي احنا قدرنا نوقف وياها ونوصل لها حتى نجازيها ونطيها ماكينه تقدر تعيل بيها ايتامها الاربعه. خلينا نتابع تقريرها سوا. أنا نجود أم مهدي من سكنة البصرة، أرملة صاحبة أيتام ستة. عندي أربعة حاليا موجودين، بنات اثنين زوجتهم وهن عمرهن بعد صغير لأن حالتي المادية تعبانة ما أقدر يظلن وياي، يردن مكان يردن لبس. وأنا حاليا أسكن ببيت أخوي، الله ينطي أخوي ينطاني هاي الغرفة قاعدة بيها لأن حالتنا تعبانة وما أملك مكان أقعد بيه ولا أملك مادة أقدر أوفر لهم سكن. أنا بالنسبة إلي خياطة وخياطة زين، بس ماكينة ما أملك. هاي الماكينة اللي يشوفونها هي عايدة لمرت أخوي اللي أنا قاعدة وياهم بالبيت، فهي من تخيط وأنا أساعدها بالخياطة على مود تعطيني نص الأجرة على مود أوكل جهالي بيهم. يعني أنا صحيح هم عندهم أبونا توفى بال 2005 2008 العفو، صار له 5 سنين حادث سيارة. كنت أتمنى يعني يصير عندي ماكينة خياطة إلي يعني خاصة بي وأخيط بيها. وهاي أنا فوق ما قاعدة وأخذ الماكينة من مرت أخويا شوية بحز بنفسي، بس الحمد لله وشكرا العين بصيرة قصيرة مثل ما يقولون. شكرا لكم لأن استجابيتوا طلبي. أنا رحت أشتري ملابس عن طريق الصدفة للجهال وشفت قناة الشرقية هناك وقابلتني. أنا صاحبة أيتام، أرد أوصل صوتي سعد البزاز صاحبة أيتام، وعندي 4 بنات و2 ولد وصار لي 5 سنين مرحوم من توفي وما طلع لي، قاعدة بالآجار وحالتنا حيل تعبانة أخيط وأعيد جهالي. أوصل صوتي سعد البزاز بركت عسى وإن يقدر يساعدني أي شيء أي شيء يقدر علي ينعم الله علي. اليوم صدفة بركت الله كاتبني وأريد مساعدة منكم أنتم الشرقية قناة الخير قناة الحب، الناس كلها تدري بيها وتشهد. يعني جاي أبا وعانق على قناة خيط وخير جاي يوزعون بمكاين واني خياطه. وبعد انتم كيفكم انا وصل صوتي من قناه الشرقيه. ما صدقت بهالسرعه هاي تجون تقابلوني
ويشوفون حالتي ويسألون علي. هي الشرقية مش ودت لها، كل هالناس تعرفها، قناة الأيتام، قناة الأرامل، قناة الفقراء. وأني أوجه شكري لسعد البزاز على هاي جيتكم. السلام عليكم، شلون صحة أم مهدي؟ الله يساعدك، هذا الحلم اللي رتيت حقه. رحم الله والديك. نشكر الشرقية، نشكر وردي نشكر وردي سعد البزاز على هالمبادرة الحلوة الطيبة. أم مهدي إحنا قبل من إجينا طبعا من مؤسسة، السلام عليكم جميعا، أنا آسف إجيت قبل أم مهدي. إحنا من إجينا قبل دخلنا إحنا والموكلين على مود نبشركم. أولا من محاسن الصدف إنه أعزائي المشاهدين التقينا بيه كمان شفتوا بالتقرير في كاميرتنا الموجودة بالبصرة في برنامج يوميات مدينة، التقت بأم مهدي وكانت محتاجة إنه عيدية لأطفالها وشارك في برنامج خيط وخير. على الفور إدارة القناة أنطت الضوء الأخضر بأن تشمل أم مهدي بهذه المكرمة. حلم صار حقيقة أم مهدي. الحمد لله والشكر والله، فات شيء كنت أحلم بي يعني تكون عندي طوال مال قماش وموكينة وفد مشروع أبدي بي وعيش بي الأيتام. يعني أنا أوجه شكري القناة الشرقية والسعد البزاز، وأريد أقول له فات شيء، أريد أقول له أنا قبل يقولون أكو مثل يقول الشبعان ما يضرب الجوعان، بس سعد البزاز عكس لنا هذا المثل. ولو أكو اثنين مثل سعد البزاز بالدولة وبالحكومة كان ما ظل فقير عراقي. إن شاء الله الخيرين من العراقيين كثيرين، وهو أيضا راعي لكل فقير إن شاء الله. إحنا أيضا نتعرف بالأخ الكريم، مرحبا. مية سنة حياك الله. أنت أخوها؟ أخوها أنا. أخوها أبو شنو؟ أنا أبو زينب. أبو زينب، نشكر أبو زينب لأنه هو محافظ على أخته، منطيها غرفة، مساعدها، مثلك قلائل بالمجتمع أبو زين. الحمد لله والشكر. يا ريت كل الناس، يا ريت كل الناس حجية، يا ريت كل الناس بهاي الروح التعاونية. أوكي، يا ريت كل الناس مثل أم زينب وأبو زينب روحهم متعاونة. إحنا للأسف بعض الأخوان وبعض العيال هاي نقولها رسالة لمجتمعنا، من سرعتهم حادث وفاة وتبقى المرة بوحدها كله يتخلى عنها، يجب أن نوقف وقفة مشرفة مع أخواتنا وبناتنا. أي صحيح والله. يعني أنا صارت عندي هاي الحالة، أنا عندي 7 حموين يعني عمام 7 عندهم، وخير من الله عندهم كلهم. أنا أوجه هاي الرسالة وريتهم كلهم يسمعوني. إن شاء الله يعني إن شاء الله يبادرون إن شاء الله. يعني نهائيا أنا الحمد لله شكو يدرون هو المرحوم من توفى ما عنده كل شيء، ما عنده الحالة تعبانة، يمكن أول أيام ظل يقعد يبكي على ربع دينار أنا ما أملك أنطي، ليش خلونا بهيك حالة؟ لا إن شاء الله خير. زهورة بعد ماكو بك زهورة؟ ها؟ وين بوستي؟ ملابس جديدة حتى هاي اللي قبعتها بيها، اللهم صل على محمد. ان شاء الله خير. تعالي ام زهراء خلي انجلش. هاي ماكينه، هاي ماكينه كامله، طبعا هاي ماكينه مال الخياطين المحترفين، راح تاخذين راحتك بيها. على عناد منو؟ على عناد مرتفوش. زين بعد ماكو، هذه مستلزمات خياطه كامله. هاي شكو من مقصات، شكو أبرة، شكو خيوط، هاي علبة كاملة. الله لا يعوزش بعد شيء. هذا كشتبانات على مود يديش صابيعك همينة، وهذا هاي مالت الشهاديش، هاي سوالف شان النسوان وديناديش، وهذا أولتشي أخو القولتشي. أوكي، هاي 25 قطعة قماش مختلفة من كشمير ومن شراشيف ومن مالت يعني مال مخاد، هاي تاخذين راحتك بيها إن شاء الله على مود خيطينها أيضا. وهنا وهذه قطع قماش طبعا احنا نجيبها هاي من قطع قماش على مو يدربن بيهن بعض الخياطات الغير يعني مؤهلات الخياطه هالقد. بس انت اسطى. انا خياطه. هذا هديه للجهاد. الله يخليك. شو تقولين؟ وبعد شنو عندنا؟ وهذه اطوال ايضا رجاليه، هذه اطوال رجاليه مصطفى شوف لنا اياها، هذه اطوال رجاليه ايضا من للصغار هنا جاي عيد. اوكي ان شاء الله. بعد احنا بس ضحكه. الله يخليك. حجي بعد هالهوله. عافية. أيضا إن شاء الله يستر عليكم ويخليكم ويدينكم إن شاء الله وخير وعافية إن شاء الله. إن شاء الله ما تتبعون للأيتام وتبعونهم وتطونهم وتعطفون عليهم، إن شاء الله يستر عليكم بجاه هذا شهر رمضان. شكرا جزيلا. إن شاء الله شهر رمضان خير عليكم وعافية ويسلمكم إن شاء الله من كل شر. أيضا نقول لكم فشي، قناة الشرقية أيضا مو بس هذا الحد توقف هنا، قررت قناة الشرقية ضمن شمولها لعائلة
أم مهدي بهذا البرنامج منحها راتب شهري لمدة 3 أشهر، هاي مبلغ 600 دولار اللي يوازي 750 دولار، كل شهر 250 صرفين على 126، ما قشمرونش باكر بصيرة فين؟ والله والديك مشكورين رحم الله، هذا 3 أشهر وتسوى العيد إن شاء الله. نعم الحمد لله، بركة والله، بركة من رب العالمين والله العظيم. أنت مو كنت محتارة بالعيد؟ إي والله جيتي تسوى العيد هاي. أني والله ضالة، نعم الحمد لله والشكر. كل ما أشوفها نضوج عليها بالقناة. بوجود أبو زينب، زينب هذا الاخ العظيم ان شاء الله. هذا الكناري مولته شهر مشير اوكي. ايضا بهذا الرجل الخير والطيب ان شاء الله ما يحتاج شيء. احنا نقول لكم شكرا جزيلا، بس قبل لا نروح عرفي نفسك عنوانك للمشاهد على مود الناس تجيك. وين بالضبط؟ حي الاحرار، منطقه حي الاحرار قرب مستشفى العسكري بالتقاطع. أنا خياطة أم مهدي. زوروني تعالوا خياطة عندي. عافية. أبوي أم مهدي خياطة ترى مختلفة، مو شلون ما كان. تعالوا عندها وأسعار تنافسية. ايش قد التخفيضات؟ ايش قد بمناسبة العيد؟ إعلان تسوي؟ 60%. شاء الله بعد ايش ضرب الهدوم إذا 60%. إن شاء الله هاي 60% تخفيضات من قبل أم مهدي. بس على العيد. بس على العيد. بس على العيد. وأيضا الأيتام والمساكين والمحتاجين. إن شاء الله إن شاء الله. لأن الظرف أنا شايفته مار علي. إن شاء الله. يعني اللي عنده في الظرف صعب، اللي عنده أيتام، اللي عنده شيء يجي يمي وأنا ما أقصر من عنده. إن شاء الله. إن شاء الله بالعافية. الله يخليك ومشكورين وشكرا سعد البزاز مرة ومرتين. العمارات السكنية، خلي عيد العنوان، العمارات السكنية برات الشارع مال المستشفى العسكري، تقاطع العسكري، عمارات سكنية اكو يعني هي للاخوان هنا موجودين. ام مهدي، بس قول ام مهدي اللي جت لها الشرقية. اي صح. الله يخليك رحم الله والديك في مال. وكل عام وانتم بخير مقدمة. بخير تسلمون، رحم الله والديكم والف شكر، يستر عليكم ان شاء الله. زينب ألف مبروك مشروع أم مهدي، وإن شاء الله يا رب مشروع الخير والبركة عليها وعلى أطفالها. راح نبقى بالبصرة وراح ننتقل إلى تقرير ثاني. المجموعة من الخياطات اللي شاهدناهم بالحلقات السابقة، خلينا نشوف أم علي، أم طيبة، وأم داود من البصرة أيضا. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامج خيط وخير. اليوم إحنا اختارينا وقت ما بعد الإفطار، راح نسوي تعلولة ضمن برنامج خيط وخير، وضمن المستفيدات في برنامج خيط وخير من محافظة البصرة وياي أم طيبة وأم علي وأم داود. طبعا هم مستفيدين من البرنامج، كل واحدة جابها إن شاء الله وياها علاقة. السلام عليكم، شلون الصحة؟ كل واحدة جابها علاقة بالمنتوج اللي خيطتها. راح نسير على أم حيدر أيضا، هي أحد المستفيدات من البرنامج. هم راح نتعلم وهم راح نشوف شغلهن وهم راح نسألهن عن السوين ما سوين. أبقوا يعني، تفضلوا شباب تفضلوا. يلا تفضلوا تفضل تفضل تفضل. يلا السلام عليكم. مرحبا حيدر، شغلت لكينا شايفه بالركن. الله يساعدك، شلون الصحه؟ يا هلا بيك. اليوم احنا خطارش وتعلوله باعتبارنا في شهر رمضان الكريم. احنا بس خلي بالبدايه خلي نعرفكم. ام طيبه هنا، ام طيبه معي قصدي ام علي، وهنا ام طيبه. بس تعالي تعالي من تعالي يمي، وهنا ام داود. هؤلاء خواتك ان شاء الله المستفيدات من برنامج خيط وخير. هنا أم حيدر اللي عرفتوها إن شاء الله من خلال التقرير بالبرنامج. أم حيدر مرة مرتبة معدلة إن شاء الله، أحد المستفيدات، وزوجها استشهد في حادث في انفجار اللي صار في سوق عبد الله بن علي. هنا أم داود زوجها معتقل، وهنا أم علي وأم طيبة هن مطلقات وعندهن هذا الولد أخوهن عباس. تعال عباس، عباس منا 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 منا، وين فوق المكين عباس؟ عباس وردة توه جاي من الأولمبياد. عباس مصارعة بيا وزن وزن لا مو وزن الثقل، وزن الريشة. المهم احنا حبينا ام حيدر اليوم نجي نعرف من عندك احوالك، سويتي ما سويتي، الماكينة شلون هوياش، المن خيطتي ما خيطتي. لا والشكر خيطت يعني بنتي، انا حولت الخياط كل الزهراء. نعم لان انا ما اقدر صايمه وهي ما اقدر، حولت الخياط كل الزهراء. ورا الاعلان ورا التقرير اجا شيء يعني ملاي الناس؟ نعم. يجون يعني اخيط شراتشف، علمتك تخيط شراتشف. نعم. وجوه مال مخاد يعني. تعالي زهوره يا ابي زهوره. شكرا. شنو الخياطه زهوره برا؟ خيطت وجوه مال مخاد، اخيط وابيعن.
خياطة، ليش بعتي تخفيضات سويتي بها للناس مؤقتا على ما يعرفونكم؟ اي بلفين ابيع الوجوه مو اثنين، بلفين ابيع عنهن. اي ومعي خيط وابيع عنه خيط تم لاخواني. نعم. خواتي خيطتهن. هسه زهوره رمضان وعلى العيد بالمنطقه ما شويه النسوان طلبن قماش، طلبن مثلا دشادي شويه على العيد؟ اي قماشات ياخذن. نعم. اي قماشات، مو احنا يمنا هواي خياطات. نعم. يعني مو بس انا. عافية. اي هواي خياطات يا هن همي خيطن. انت جديده بعدك؟ اي بعدني. نعم. شي جديده. نعم. هم جاي يجن هن يخيطن عندي، يخيطن الحمد لله والشكر. الماكينه زهوره شلونها كانت؟ زينه وياك؟ هي اول مره سريعه بس بعدين تعودت عليها. اي اي تعودت عليها صارت لا عندي سهله. اوكي اوكي عافيه. ايضا تعالي ام طيبه. ام طيبه ام طيبه، احنا جاشوت تساكتات ها؟ شاحن انت غير جاي متعارف وجاي هاي ها؟ ام طيبه ام طيبه اول مره سلمي على ام حيدر. السلام عليكم حيدر، رمضان كريم علينا وعليكم. اوكي ام طيبه، انت شو اشتغلتي؟ شو سويتي المده اللي عفناك بيها؟ هاي الشغلات اللي يعني راوينا بالله وراوي الجمهور ان شاء الله. اي اي هاي دشاديش؟ اي ان شاء الله. عافية 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 على وجه العيد. ها ما شاء الله. هاي ايش مسويتي عريضه بينه؟ هي الي. اه احنا قلنا لك ايش خيطي لون العالم. ما شاء الله ما شاء الله. هذه العروس بعد. عافيه عافيه ان شاء الله ان شاء الله الله سبحانه وتعالى رزقك وصلين عروس. اي خلينا نشوف ام داوود ايضا عرضينا اللي عندك موجود. عندي هاي جهتي يعني فوق هاي القطعه شلون شلون البجامه؟ كوستم لا. او تيجي فوق عرضان تلبيسه يسمونها. عافيه. هذا الكوسه هيك الشكل. هذا مال مناسبات. اي وفوق هاي عرضان تلبيسه يسمونه. هم سويتي لك اياها؟ هاي البنات يعني يحبونه هاي يرقبونه ان شاء الله. يعني هاي من القماشات اللي جبناها نفسها؟ هي ومن القماش هو. نعم. هذا نفسه. غير ذن الاشياء سويتيها. نعم ما شاء الله ما شاء الله. ام حيدر ام طيبه خوش مشتغله. نعم. وموديلات انه هي عن مجله. ثاني يعني غير مجلة، فوق المجلة أظلة زايدة. عندك مجلة قصدك خاصة تشتغلين بها؟ اشتريتها من السوق يعني لما جبت ولا الماكينة. اي وهذا الخياطة من عندك، هاي هم إلية طبعا. ما شاء الله. طبعا أعزائي المشاهدين أم طيبة كل الأشياء مشتريتها إلها، احنا غير العالم تخيطين تحصلين فلوس. لا خيطت هواي للبنات. ها يعني قصدك ذكرنا بعت ايش اسمه؟ الأسعار شلون كانت أم طيبة؟ يعني مناسبة. يعني جد ايش داش تخيطين؟ والله أول ما جي البنات متباركن يعني انا استحيت يعني بالاسعار وهذا. نعم. كنت يعني بكيفكم ايش قلت يعني على الدشداشه طولنج؟ يعني ضليت ابيع القطعه بخمسه، هي بالسوق سعرها 6000 انا ابيعها بخمسه، حتى شوي اقل من خمسه. خلي اقل من خمسه شويه. راعي بيها تعرفين بما انه الله سبحانه وتعالى تفتحكم من خلال هذا المشروع، راعي بيها اليتيم والتعبان. هاي مال البيت يعني بسيطه. عافيه بارده حلوه. ام داوود مرحبا. هنا ام طيبه وام علي وهنا ام حيدر. قولي السلام عليكم للجميع. السلام عليكم للجميع. ورده حيده هذا ايش خياطتي؟ ما شاء الله. هذه نفس اللي جبناها نحن لو انت ضفتيهن؟ لا هاي عندي القطعه يعني انا بس هاي القطعه مالتكم. اوكي حلو. هذا الازرق عافيه. هاي المن دشداشه خياطتيها؟ يعني حطي يعني للبيع او اي لكم. ام داوود بعد شنو سويتي؟ كل دشاديش مو؟ ما شاء الله ما شاء الله. والله عافية عليشن والله عافية عليشن. بالمناسبة أعزائي المشاهدين ترى معظمهم تعالوا حيدر يا مرخش حيدر قماش الأسود اللي قماش الأسود هذا. هاي بالمناسبات احنا ما شاء الله عندنا مناسبات 24 ساعة حزينة فتفيد بهاي السوالف. تعالوا حيدر هنا يا مرخش حيدر تعال الله يخليك ما شاء الله. احنا بس نقول أعزائي المشاهدين ترى معظم هؤلاء النسوة كانوا منقطعات عن الخياطة لمدة طويلة من الزمن ورجعوا هسه صح يعني مدة قصيرة بس ما شاء الله نتائج بها هاي حلوة ما شاء الله. هاي على اخذنا ياخذ شوفون اعزائي المشاهدين. عاشت ايدك عاشت ايدك يا ام داوود. عافيه 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 عافيه. شغلات بعد ما اشتغلت من الحفله والله ان شاء الله ان شاء الله يعني ما رتبتهم. عافيه 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 يا ام داوود عافيه. احنا ايضا نقول مره ثانيه هذا اعلان ثاني راح نسوي لكم هسه مره ثانيه. ام داوود عرفي للمشاهدين وين عنوانك بالضبط على مود جون شو الزباين مره ثانيه. من الخياطه ام داوود اسكن والخصيب محاوله الزهير. نعم ابو الخصيب منطقة اسمها محاولة الزهير. ام داوود موجود اول ما تدخلون بالفرع بس سألوا على ام داوود اللي طلعت بالشرقية الكل الناس يعرفها. هنا انا ام طيبة. ام طيبة وام علي. ام علي ام علي احكي اليوم شو القضية شاربة لبن؟ ها؟ عرفي ام علي. ام علي شارع السيد شو اسمه حي المربع. اهلا وسهلا بكم اي واحد يجي احنا بهذا المكان اي واحد يجي. اوكي الحيانية شارع المربع شارع السيد في نهايته بس قولوا ام طيبة وام علي طلعوا بالشرقية كلهم يعرفونها. ام حيدر اعلان ثاني لك.
انا حيدر بالعاليه. اي عتبه من قزوان. الفرع الاخير. ام حيدر انت بعدش تعبانه وضايجه؟ احنا جلدنا فرحك. بالنسبه للماكينه هنا علاوي الماكينه هاي مالت ام حيدر وهذا يعني كرسيها. ماكينه بنات يعني بالعشار. يعني رحت اسوق للبنات ملابس العيد وهذه. فشافت لي ناس شبقتني. وحده. كانت تقول لي انت ام علي؟ قلت لها انا ام طيبه. انت منو؟ تقول انا شايفتك بالتلفزيون بس عافيه عليك وبارك الله فيك. رفعتي روسني وهلاهيلك وشكلي تخلص. عافيه. احنا طبعا نستبشر بكم خير. بدون خيط عندك. قلت لها نصير تعالوا. اوكي احنا اليوم جيتنا. نفس اللحظه انطيتها الرقم الموبايل ثلاث ايام اجتني خيط. عافيه عافيه. شفتوا الاعلان شلون يفيد؟ ام حيدر تعالي من هنا. ام حيدر الله يخليك تعالي من تعالي من احنا اليوم من خلال طبعا جمعتكم اول شيء نريد نعرفكم بعضكم على بعض. هسه تقدرون بعد انه نخلص هذا تقريرنا تقدرون تتبادلون الخبرات بيناتكم. يعني انت ايش خيرتي؟ شنو اللمسه اللي تخلينها؟ تعوفينها المن لام حيدر لام داوود. وهذا التبادل راح يرجع بمنفعه مشتركه المن؟ الكم. في نفس الوقت نقول يا بالماكينه دير بالكم عليها جهاز حمايه حطوا له على مود الماطور لانها مش بالماكينه. شنو الماطور؟ الدوسه مالتكم اثناء اذا بالرجل تعبانه ما مستمره. مو مشكله مو مشكله ان شاء الله خير. على كيفكم بيها دائما قرزوها دهنوها الدهن اللي جبنا لكم اياه على مود شنو عمر اطول. ايضا احنا ما نريد ايش اسمه جو حار ما نريد ايضا نطول عليكم. نقول انه رواتبكم كان المفروض تنصرف يمتى بالعيد باعتبار شهر كامل ثلاث شهور لكم من قناه الشرقيه كل شهر 250,000 دينار. عمره القناه بان تصرف لكم اياها قبل العيد. هذه الظروف طبعا ارسلت لكم جميعا. هذا راتب ماتج هذا ما ثلاث شهور مقدمه الراتب على 250. هذا ها انتوا مو ثلاثه ام داوود هذا عيني راتب ثلاث شهور على 250,000 هاي 750. ام حيدر هذا راتب احنا قبل العيد سوينا على مود شنو؟ للفرحه للطفل عشان زين. ام داوود شكرا لك. الله يخليك والله يرحم والديك ويشكر الاستاذ سعد البزاز على هاي المبادره الجميله والله يطول بعمره. نشكر كل كادر الشرقيه. احنا نقول لك شكرا ايضا ام داوود انت ما قصرتي. ام حيدر الوردي الله يوديكم يعطيكم العافيه. الله يخلي سعد البزاز انتبه للايتام. احنا اخوانكم ان شاء الله واستاذ سعد اخوكم ان شاء الله. الله يوديك. بس ما ردك ضايجه؟ لا شكرا الحمد لله. ها رجل ضحكين عافيه ان شاء الله. الدنيا تمشي ما توقف عند احد ان شاء الله. الحمد لله والشكر. وردي ام طيبه شكرا اليك. شكرا لك سام اما اشكر استاذ سعد البزاز ونشكر الشرقيه ونشكر يعني المساعده هاي وعلى يعني ما ادري ما ادري انا هاي فرحه كلش فرحه. شاربه لي اليوم ما نشكر لا والله مريضه هاي من بديت قبل رمضان. اشكرك واشكر سعد البزاز على هاي المبادره الحلوه واشكركم يعني لين فاتحين عينكم يعني على كل عراقي ان شاء الله. الحمد لله واشكر عباس تعال امي وشكرا انا ما رجعت اخيط ورجعت رجع الزباني والحمد لله واشكر وصرت هسه اكثر ان شاء الله. عباس شكرا لك ونزل وزن عباس مو تقصر مثلي ها عباس تو راجع من الاولمبياد هو وتراك سويته قبل من لندن اجوا يعني يلا اوكي شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين وان شاء الله ما ننسى احد من جميع العراقيين وما نقصر وياكم ونقول مبروك للجميع على هذه المشاريع ويا رب الله يرزقكم والله يعافيكم. خيوطنا راح تنتقل من البصرة نوصل بها إلى محافظة صلاح الدين راح نزور مدينة سامرة ونشوف ويانا أم ظاهر وأم إبراهيم. أعزائي المشاهدين إحنا اليوم في باب الخياطة أم ظاهر. أم ظاهر جبنا لها ماكنة خياطة قبل حوالي أسبوعين يعني تقريبا في بداية شهر رمضان وجبنا لها كل لوازم الخياطة. ويانا أيضا أم إبراهيم إحنا كانت من ضمن المشمولات بمشروع خيط وخير جبنا لها ماكنة خياطة ولوازم الخياطة. اليوم أم إبراهيم جت ويانا على بيت أم ظاهر وياها كل القضايا اللي خيطتها خلال هاي الأسبوعين. راح نشوف شنو اللي صار ويا أم إبراهيم واللي صار ويا أم ظاهر. يلا أم إبراهيم دقي لنا الجرس من يمك. السلام عليكم. شلونك ام ظاهر؟ شلون كيفك؟ مرحبا ام ظاهر. احنا نعرفك على ام ابراهيم. اهلا بام ابراهيم. ام ابراهيم هم من ضمن اللي اخذن ماكنه خياطه من برنامج خيط وخير ولوازم الخياطه مثل يعني نفس مشروعك. يعني هاي ام ابراهيم احنا نعرفك على ام ظاهر. اهلا وسهلا بام ظاهر. يلا تفضلوا جوا خلينا نشوف شنو اللي صار وياكم. ام ظاهر وين الماكينه مالتك مخليتها؟ من المكتبه للغرفه جوا؟ يلا طافي الكهرباء حتما يعني. خلي نبدي اول مره ويا ام ظاهر نشوف ايش خيطت ام ظاهر بهاي الاسبوعين. شنو اللي صار وياك ام ظاهر خلال هاي الاسبوعين؟ لو توقفي لنا شويه قبال الكاميرا. خيطت الارياف.
خياطة تجي حوالي 10 قطع. بس كفينا بدون زحمة عليك قدامك أنا. أقف يعني؟ إيه. خياطة تجي 10 قطع تقريبا. شنو اللي خياطتي؟ ملابس مال نسوان. نعم. وملابس مال أطفال. إيد شاديش مثل هذا خيطت لهم. هذا شغلك هذا؟ هذا شغلك؟ إيه هذا شغلك. قلتي لنا بداية ما جينا عليك إنه أغلب يعني الزبائن اللي يجون عليك من الريف. إيه من الريف. بعدهم لحد. إيه لحد أنا هسه بدهم يعني من سامر دا يجيبون عليك. ورا ما يعني ورا ما طلعت بالشرقية قاموا يجوش من سامر. إيه من سامر قاموا يجيبون هذا يعني من ضمنهم هذا النفنوف من سامر. هذا خياطة. هذا شغلك يعني. إيه هذا الحمد لله. هذا شنو؟ هذا شراتك مال مخاط خيطتهن. هذا وهذا بعد ما كملته يعني ويا الكهرباء. الكهرباء يعني تجي الكهرباء مشكلة كل الخياطات أغلب ما يشغلن على المول اللي تقول نخاف عليها لا تروح تحترق. فأني ويا الكهرباء تجي الكهرباء أخيط ما تجي الكهرباء أقعد. نعم. طيب خلي نشوف أم إبراهيم. إبراهيم تفضلي ويانا هنا. أم إبراهيم شنو اللي خيطتي خلال هاي الأسبوعين؟ والله خياطة شراشف مخاد وخياطة دشاديش يعني قلبيات نسائية على العيد يعني. أي. خلي نشوفهن قدام الكاميرا. هاي دشداشة نسائية. هاي دشداشة نسائية. هاي ممتاز يعني لحد الآن الشغل ممتاز. لا الحمد لله وشكر كلش ممتاز خاصة لأن الخياطة الماكينة حديثة فبدينا نخيط أكثر وأحدث يعني. الحمد لله. أنتوا شنو القضايا اللي عندك مثلاً؟ ناقص بالخبرة بيها مثلاً بالخياطة شنو تحبين تسألين مظاهر وهي هم بتحب تسألين أي والله بالنسبة شوية عندي الفرشات مثلاً صعبة علي عندنا هاي السربة الحاشة مالت الفرشة من نخيطها شوية صعبة علي مظاهر بتمخيطة فرشات أي تنحط لدانت يعني بالوسطة قصدك أي تنحط لدانتيلات الوسطة وتنحط لها سفنج من هذا الخفيف يعني السفنج الخفيف أي هو هذا الهدف الهدف جبنا أم إبراهيم عليك مظاهر حتى وحدة تكتسب من له خبرة أكثر إن شاء الله يعني مشروعك لحد الآن يبشر بخير يبشر بخير إن شاء الله أنتوا يعني إحنا ثلاث خياطات في مدينة سامراء لحد الآن اللي شفناه مشجع إن شاء الله متميز إذا الله راد طيب إحنا الخطوة الثانية مثل ما قلنا لكم في بداية اللقاء أو بداية البرنامج إنه شرقية خصصت لكم راتب 250 ألف دينار شهريا لمدة 3 أشهر لكل وحدة من عندكم اليوم جبنا لكم إحنا كل وحدة 750 ألف دينار هاي 750 ألف أم ظاهر ونشكر الأخ عبد البزاز على هذه المبادرة الطيبة هاي 750 أيضا لثلاث أشهر لأم إبراهيم مبروك عليك إن شاء الله شايفة ألف خير تسلمون ورحمة الله والديكم ونشكر سعد البزاز ونشكر كل من سعانا بيها إن شاء الله إحنا الهدف إحنا من البداية الهدف يعني من الفلوس انه تعينكم بهاي الفتره اللي بالبدايه يعني فتره العمل اللي بدايه المشروع يمكن بدايه المشروع ما راح يجيكم زبائن كلش كبيره فهاي ال 750 تعينكم في بدايه مشروعكم وان شاء الله بعدين تعتمدون على نفسكم ان شاء الله شايفين الف خير ومبروك مبروك عليكم وصلنا للحالة الأخيرة ويانا المشروع الأخير اللي رجعنا نشوفه ونطمن على حال خياطتنا ويانا خياطتنا أحلام أم مصطفى من النجف مشاهدينا الأعزاء البرنامج خير وخير من قناة الشرقية أهلا وسهلا بكم عودتنا اليوم إلى الأرملة الخياطة أحلام أم مصطفى من مدينة النجف الحي العسكري شارع المدارس زرنا هذه العائلة بعد أن جهزناها بماكنة الخياطة والمستلزمات واليوم جينا نزورها نقول لك السلام عليكم السلام عليكم رمضان كريم رمضان كريم علينا وعليكم الله يعود علينا بالخير والبركة إن شاء الله الله يخليك أم مصطفى إحنا جينا نتفقدك ونشوف مشروعك يعني هذا المشروع شو تشوفين أنت مشروع هو بسيط وصغير وإن شاء الله يكون في يوم من الأيام مشروع كبير يدرج فد خيرات وأرباح تعينين بها أولادك وبناتك إن شاء الله والله هو هذا مشروع يعني كلش استفادت من عنده حتى أهل منطقتي استفادوا من عنده لأن أنا كنت تارك الخياط أي. بسبب ظروف أنت تعرفوها فهسه إن شاء الله من انطاني هذه الماكينة يعني عوضوني على الماكينة القديمة استفادت من عندها
وخيطت هالشغل هذا اللي عندي. يعني انا شغلي نظيف، مو قصة امدحكم بنفسي. نعم. اي بس الزبائن اللي شافوني بالتلفزيون، طلعت على قناتكم قناة الخير قناة الشرقية. اي. كلها يعني جت علي ثاني يوم والله. يعني هو كانوا ماخذين الشغل من عندي بعد رجعوه، قال ما نروح على غير خياطة لان انت شغلك كلش نظيف واحنا مرتاحين. وشنو يعني؟ انا شغلي مرتب. وثاني شيء يعني مناسب ما اخذ هواية. وراء الأرامل واليتامى وما أخذ من عندهم. يعني الماكينة هذه يعني قبل كانت الماكينة القديمة تذب على شغل قليل، يعني مثلا الدشداشة بثلاث ساعات. هسه ما شاء الله قد تخلصين مثلا الثوب اللي تخيطينه النفنوف أو يعني الشرشف ايش قد؟ والله يعني شو أقول، يعني مثلا باليوم ايش قد؟ باليوم خمسة ستة دشاديش ما عدا الشراكيب، حتى بردات اخيط. يعني كل شيء اخيط من زمان، صار له هواي فتره يعني فوق 25 سنه يعني اخيط. وشغل يعني هم نظيف وهم معطين يعني ما ابي مثلا نماذج من شغلك. والله مثلا هسه هذه النفنوف، هسه هذه جلابيه نسائيه بسيطه ما عدا يعني بس بها فد نمنم شويه بسيط. انه اريد اقول لك انه احنا هسه مقبلين على خلال ايام عيد هسه ان شاء الله، فهذه راتب اليك مال ثلاث اشهر اللي قدمته قناه الشرقيه برنامج خيط وخير. برنامج هذا قدم هذه الرواتب اللي كل الخياطات، وانت من ضمن هذا راتبك مال ثلاث اشهر اللي قررت القناه تسليمه لك. والله أنا بهالمناسبة أشكركم وأشكر قناة الشرقية، أنا أسميها أم الخير، وأشكر الأستاذ الفاضل سعد البزاز على هاي المكرمة. أول شيء المكرمة الماكينة، طبعاً دائماً من أقعد على الماكينة أخيط أدعي له بالخير. نودعك بعد ما طلعنا على أحوالك، وإن شاء الله مشروعك مشروع ناجح، هذا المشروع الصغير اللي راح نطمح ويصير كبير. وأيضاً فرحناك بعيدية أيضا اللي هي الراتب لمدة ثلاثة أشهر اللي قررتها إدارة قناة الشرقية البرنامج خيط وخير. زين، فإحنا هسه من هنا في هذه الليلة الرمضانية الأخيرة، الليالي الأخيرة الرمضانية المباركة، نقول لك مع السلامة ونودعك. مع السلامة، ونشوفك بخير إن شاء الله. برنامج خيط وخير هو مشروع بدأ من 28 يوم، امتدت خيوطه وطرزت كل مدن ومحافظات العراق بالخير والبركة. قدرنا نوصل لكل بيت بكل محافظة حتى نحاول أن نرسم البهجة والسعادة في وجوه الأرامل، في وجوه المطلقات، وأيضا في وجوه من لم يكن لها معيل غير ماكينة الخياطة ومهنتها اللي هي مهنة الخياطة. البرنامج ما قدر يوصل لهذه المرحلة لولا الكوادر اللي موجودة في جميع المحافظات، كوادر الشرقية. أنا أشكر طبعا جميع الكوادر على رأسهم من الموصل، كانوا يعني الزميل جمال بدراني اللي تعب ويانا من أول يوم من يعني تجهيز المعدات طبعا إلى حتى تسليم المشاريع وتسليم الرواتب. أيضا اللي ساعدتنا وياه من الموصل كانت زميلتنا نور. بعدين نروح لبغداد، ما ننسى زميلتنا هند أيضا كانت إلها جهود مثل باقي المراسلين، كان ويانا من محافظة واسط من الكوت زميلنا سلام الركابي، كان ويانا من البصرة عمار سعد، أيضا كان ويانا من النجف مراسلنا سعدون، وكان ويانا من محافظة بابل من الحلة كانت ويانا زميلتنا ذكرى، وصولا إلى صلاح الدين سامرة كان ويانا زميلنا عبد السميع عزاوي.
أشكرهم جزيل الشكر، لولا جهودهم اللي كانت ويانا ما كان قدرنا لقينا العوائل ولا قدرنا نوصل لهم. نشكرهم على هذه الجهود، وأيضا طبعا مجرد الوصول وإدخال البهجة كان بحد ذاته نجاح. أشكر كادر الشرقية اللي كانوا مرافقنا، طبعا الكادر اللي موجود ويانا خلف الكواليس، نشكرهم على جهودهم، وإن شاء الله يا رب يعني فرحة العوائل ودعائهم يكون أكبر جهد لهم. أيضا أعزائنا المشاهدين، خيوط الخير والعافية ممتدة إلى بعد رمضان بإذن الله تعالى. خيوط برنامج خيط وخير وخيرة راح يكون مستمر وياكم، انتظرونا بعد العيد راح نرجع لكم، أكيد حيكون وياي عوائل جديدة، وأكيد راح يكون ويانا بيوت تحتاج إلى من يرعاها، إلى من يوقف وياها، ونقول لهم إنه الخير بعده موجود في قلوب العراقيين. أني أودعكم على أمل أن ألتقيكم بخير إن شاء الله، وياكم كانت خلال شهر رمضان المبارك ميس عنبر، وأتمنى لكم كل عام وأنتم بألف خير وأيامكم سعيدة.